أوه، ماذا سيحل بنا؟ أخشى أننا سنضطر جميعاً إلى التسول أو نجوع. من قد يكون الطارق؟ أجل؟ لا أحد. ما هذا؟ خضار، فأكها. أوه، لقد نجونا يا أطفالي. أوه، كم أحب إسعاد الآخرين. والآن سأقوم بعمل طيب آخر. يا سنافر الصغار، غدا هو يوم الوليمة. إنه عيد المفضل. كل سنة واحتفالا بهذا العيد نطلب من كل صنفور تحضير طعامه المفضل ليتشاركه مع الآخرين. أليس هذا مشوقا؟ ماذا ستحضرون للوليمة؟ هريسة الخيار، شراب قوس قزح. مفاجأة توت السنافر. ماذا ستحضر أنت يا أكول؟ سترون، أنا ذاهب الآن لجمع المكونات السرية، أسنفركم لاحقا. يا للأسف، أحدهم نسي دلوة. أتساءل لمن قد يكون. غير معقول، يبدو أنني عالقة في الشجرة. يم يم يم، أحدهم قادم. ستكون كعكة الأعشاب التي سأحضرها نجمة الوليمة. أرجو المعذرة. من قال هذا؟ أنا فعلت. ومن أنت؟ أنا جوينيلدا الجنية الطيبة. يبدو أنك علقت في أحد فخاخ شرشبيل. سأسنفرك عن الشجرة. انتهيت. يا للهول، هل أنت بخير؟ أجل، أنا بخير. كنت لطيفا جدا معي، وسأحقق لك أمنية. أمنية؟ يا للسنفرة. أنا أجيد إطعام الجياع. حقا، وأنا أيضا، بخاصة عندما أكون جائعا. شيء صغير لتحضير الطعام، تفضل. إنه صغير بكل تأكيد، ولكن ما هو؟ إنه قدر مهلبية عجيب. عندما تشعر بالجوع فقط قل الكلمات العجيبة: أيها القدر الصغير من المهلبية الساخنة، حضر القليل. وسيقوم القدر بتحضير قدر ما تشاء من المهلبية. إنها شهية. بالطبع، إنها وصفة عائلية قديمة. وعندما تشبع تماماً، ما عليك سوى أن تقول: أيها القدر العجيب جداً، توقف فوراً عن تحضير المهلبية وشكراً. عجباً، انتظري حتى يرى السنافر هذا. تبدو هذه الباقة رائعة يا سنفورة. شكرا لك بابا سنفور. أيها السنافر، انظروا. ما هذا؟ إنه قدر مهلبية عجيب. قدر مهلبية عجيب؟ بالطبع، انظروا جيدا. أيها القدر الصغير من المهلبية الساخنة، حضر القليل. ولكن هذا مدهش. مسنفرة، من أين أحضرته يا أكول؟ جنية طيبة أهدتني إياه. تناولوا قدر ما شئتم، يجب أن أخبز الكعكة ليوم غد. يامي، إنها شهية. تفضل. قدرك العجيب سنفوري جدا يا أكول، لكنه يفسد التحضيرات ليوم غد. آسف سنفورة، ضعيه هناك. هذا رائع يا أكول، هل لي بالمزيد؟ وأنا لا، لن أنتهي من التحضير أبداً. قدمت مهلبية، وبالكاد دسن لي الوقت لخبز كعكات بالأعشاب. كنت مراً بالقرب من منزلك، وكنت أتساءل إن كان بإمكانك أن تعطيني. لا مزيد من المهلبية، عود غداً. أتساءل ما خطبه. كنت سأطلب القليل من المهلبية، لكنني غيرت رأيي بعد هذه المعاملة السيئة. ولما عساي أهتم إذا رفض أكول إعطائي القليل من تلك المهلبية الشهية؟ بالطبع يقول بابا سنفور دائماً إنه علينا أن نسنفر كل سنفور كالآخر، لكن هل يهتم أكول أو لا؟ والآن، لو كان هذا القدر ملكي، كنت سأتأكد من أن يسنفر كل سنفور كفايته من المهلبية. بالطبع،
بالطبع. أجل بالطبع، لما لم أفكر في هذا من قبل؟ أنا أصدي إليه خدمة، فهو ليس ناضجاً بما يكفي لتحمل مسؤولية قدر المهلبية العجيب. سيكون هذا أفضلاً للجميع، وبخاصة لي أنا. ها هو إذن. والآن لنرى كيف يعمل هذا الشيء. أهيا؟ لا، أجل، لقد تذكرت الآن. أيها القدر الصغير، من المهلبية الساخنة حضر القليل. يجب ألا يسنفر السنفور إلى وليمة وهو جائع. أيها القدر الصغير، من المهلبية الساخنة حضر القليل. ها؟ ما الأمر؟ ألم تسمعني؟ قلت لك أيها القدر الصغير، من المهلبية الساخنة حضر القليل. يستحسن أن أرى ما المشكلة. لقد علقت، فليخرجني أحد. فليسنفرني أحد السنافر من هنا. لم أواجه سوى المشاكل منذ أن أعطتني الجنية الطيبة هذا الـ النجدة! النجدة! لا أذكر المرة الأخيرة التي تناولت فيها فطوراً شهياً هكذا. لا أستطيع أكل المزيد. هذا يكفي أيها القدر الصغير، لا أريد المزيد. قلت إن هذا يكفي. أو لا، كيف أطفئ هذا الشيء؟ أو لا، ياي! أرجوك أيها القدر الصغير، هذا يكفي. بابا سنفور! بابا سنفور! مفكر، ما الخطب؟ عدا أنك مغطى تماماً بالمهلبية. إنه أمر فظيع، قدر المهلبية يفيض وقد حاولت كل شيء. علينا أن نجد أكول، فهو السنفور الوحيد الذي يستطيع إيقافه. يا للسنفرة، الأمر خطير. النجدة، فليساعدني أحد. أكره المهلبية الساخنة. ماذا سنفعل يا ترى؟ يجب أن نخرج القرية على الفور. مفكر، تأكد من أن الطفل سنفور في أمان. حاضر بابا سنفور. أو لا، مذكراتي سوف تفسد. مازح، يجب أن أحضر مذكراتي. اذهب وأنقذ الطفل. رسام، أنقذ الطفل سنفور، يجب أن أنقذ مفاجآتي. يا غبي، يجب أن أنقذ لوحاتي. أحضر الطفل يا عزيزي. حسناً. أتساءل أين هو القفل؟ هذا فظيع. أيعرف أي سنفور كيف بدأ كل هذا؟ حسناً، كنت أقوم بتجربة صغيرة. بابا سنفور، أين الطفل سنفور؟ مفكر، قلت لك أن تحضر الطفل سنفور. صحيح، لكنني فوضت مازح بذلك. وأنا أخبرت رسام. وأنا أخبرت غبي. أين هو الطفل؟ القفل؟ فهمت، كنت تقصد الطفل. يجب أن نجد الطفل سنفور. انظروا، إنه الطفل. يا له من مسكين. إنها غلطتي أنا. الطفل سنفور. كيف صعدت إلى هنا أيها الصغير؟ يا سنافر الصغار، يجب أن نجد أكول، فهو الوحيد الذي يستطيع إيقاف المهلبية. مازح، منسجم، سنفورة. أجل بابا سنفور، ابحثوا عن أكول، ونحن سنمنع المهلبية من الانتشار. فليمسك كل سنفور بمفتاح. النجدة، فلينقذني أحد. غير معقول، ماذا لدينا هنا؟ شكراً جزيلاً لك. رائع، أنت السنفور الذي كنت أبحث عنه. أنا؟ لماذا؟ لقد وجدت مأوىً للأيتام في نهاية الغابة، وهو مليء بالأطفال الجياع، وكنت أتساءل لو يمكنك إعادة القدر العجيب لأعطيهم إياه.
يسرني أن أعطيك إياه لكنه توقف عن العمل. لكن هذا ليس القدر الذي أعطيتك إياه. أوه، تعال بسرعة يا أكول. قدرك سيغرق القرية بأكملها في المهلبية. أجل، أسرع. هيا. القدر في منزل مفكر الآن يا أكول. أيها القدر العجيب، توقف فورا عن تحضير المهلبية. لقد توقف. بشأن كل هذه المشاكل، لكن هذا القدر سيكون أكثر إفادة في المأوى. أنا واثق من أنك محقة يا غوينيلدا. شكرا يا سنافر، والأيتام يشكرونكم أيضا. والآن يجب أن أذهب. وداعا. وداعا. بابا سنفور، لقد فسد يوم الوليمة. على الأقل أكلنا الكثير من المهلبية. أجل، بفضل مفكر. لقد تذكرت تواً، هناك شيء مهم جداً يجب أن أقوم به على الفور إن لم يكن قبل ذلك. مفكر؟ عدا أن أخذ قدر أكول كان عملاً خاطئاً، لا يجدر بك أن تبدأ شيئاً لست قادراً على إنهائه. أنا آسف بابا سنفور. والآن ستنظف هذه الفوضى التي أحدثتها. لكن بابا سنفور لا أستطيع. لا جدال أبداً. أنا سأساعدك يا مفكر، فأنا لم أتناول فطوري بعد.